السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو. أقوم تعلمتي هنا، غادي تعرف هذاك الشيء اللي درتيه واش فهمتيه ولا ما فهمتيش. كنتمنى أنني بالشرح ديالي بالمساعدة ديال هاد الشروحات اللي كنقدموا لكم أنك تزيدوا تفهموا مزيان الدرس. دائما كنطلب أن كل شيء يشوف الفيديو قبل ما يمشي يديروا في القسم، يديروا الفيديوهات كاع الفيديوهات كاملا اللي كنديروهم حنايا، شوفهم تفرج فيهم مرة وجوج مرات، فهموا مزيان وعاد شوف الكتاب وفهم الدرس مزيان، اسر القسم. شي القسم على الاقل تكون خديتي من عندنا حنايا شي 50% من المعلومات. اقوم تعلماتي، التمرين الاول تقويم التعلمات. جيكري دي شيفر دو ان، غنكتب من رقم من الارقام 1 الى 3 بور كلاسي سي ميتو، باش نكلاسي هاد الفيزيات لي ميتو. اون كومونسون باغ لو بلي، نبداو ب لو بلي فاسيل ا موديلي، اللي ساهل نحت عليه، ساهل انا نخدمو عليه، ساهل. عندنا الرصاص بلومب، والرصاص الرصاص فاغ هو الحديد، الكويف هو النحاس. اذا شكون اللي ساهل نحتو عليه ونخدمو عليه؟ الحديد، قلنا الحديد قاس شويه، كويفر شي شويه عويوي كيقدر يتعوج شويه، تقدر تخدم عليه. الرصاص هو اللي ساهل مره تعوجو كيما بغيتي، ساهل تلوي بحال هكا. هذا هو الاول رقم واحد، النحاس هو الثاني، والحديد هو الثالث. دونك هنا توليوش مره اخرى تغلطوا فيهم. الرصاص هو الاول، ساهل تلويه تخدم عليه تنحتو تسهل. النحاس شي شويه كيجي هو الثاني، والحديد هو الثالث. اتمموا الجمله بما يناسب، متجانس غير متجانس، عارفين هذه. ماء وزيت، الماء والزيت، خليط، ها معلم تري بيان، انتم حفظتهم. غير متجانس، يمكننا بالعين مجردا نعرفوا المكونات ديالو، متجانس غير متجانسين. ماء وزيت خليط غير متجانس. حليب وماء، حليب الماء، حليب الماء، ها يمكنناش نفصلوا ما بين بالعين المجردة. إذا خليط حليب وماء خليط متجانس، متجانس لا يمكن أن نفصل بين مكونات هذا الخليط بالعين المجردة. إذا خليط متجانس. ماء وقليل من السكر، الماء وقليل من السكر، الماء والسكر مخلطة مكا في الكاس، هتولي تعرف الماء من السكر داب فيه، إذا داب، إذا متجانس، متجانس نيسون خليط متجانس. ماء وشراب الرمان، الماء الشراب ديال الرمان وتزيد عليه شويه الماء، ها لخلطتيه بحال ديال الفراوله، ما يمكنلكش تعرف الماء من الخليط ديال الفراوله او لا من الخليط ديال الرمان. اذا فهو متجانس، خليط متجانس صافي. من هنايا عقلوا عليهم صافي. التمرين الثالث تقويم التعلمات. جيكري وي، نكتب نعم او لا، نو لا. دون شاك كاز جو سيبار لي كونستيتيون دان ميلونج هيتيروجين، هيتيروجين غير متجانس، غير متجانس، هيا غير متجانس. بار واش كنسيباريو، كنا نفرقو ما بين مكونات الخليط الغير متجانس بالاجيتاسيون، بالاجيتاسيون، اجيتاسيون كنستعملوها فاش؟ في الخليط المتجانس الهوموجين ماشي الهيتروجين. اذا هذه لا، نكتبوا نو، نو اجيتاسيون نو. بالفلتراسيون هنا راه كتبنا هذه نو، هنا ما جاش نو مكتوبه مزيان ولكن تعرفها راه هي هذه نو. بالفلتراسيون بالترشيح خليط غير متجانس، اذا الترشيح نستعملوه لي فصل مكونات الخليط الغير متجانس. اذا الفلتراسيون نعم وي، دائما كنعرفوا ان الترشيح اي لا فلتراسيون كنستعملوها لفصل بين مكونات خليط غير متجانس، هيتيروجين، هيتيروجين داكو. شوفاج، شوفاج بالتسخين، ها نعم وي حتى بالتسخين، غنبقى نشوفيه ونشوفيه ونشوفيه تيطلع البخار ديال الماء ويبقى لنا داكشي لتحت، وملي كنديروا الشوفاج هذاك الماء اللي كيطلع لنا كبخار كيولي يديروا له التنقيط، تقطير، عفوا ماشي تنقيط، تقطير، كيبقى يدوز ويبرد يبرد ويقطر ويدوز لنا في واحد الانبوب اخر ويقطرنا. ويمكن هذيك الساعه نفصلو كيكون بحال هكا داير، نوريكم كيفاش داير الشوفاج
نرسم لكم واحد الطريقه. هنا كنكونوا دايرين العافيه، ها هي العافيه، كيبقى تاع البخار ديال الماء. دابا هو مثلا فيه مكونات، هذاك الخليط مكونات جوج، هو مثلا فيه نقولوا غير التراب، التراب والماء. ها هو التراب كيبقى هنا والماء بقى الفوق، ولكن كنبقى نسخنوه نسخنوه كيبقى يطلع عندنا البخار، البخار ديال الماء. البخار الماء داير له واحد اللعيبه هكايا، ودير له واحد الانبوب رقيق بحال هكايا، كيبرد كيبرد، ودير له واحد الكاس هنايا، هنايا كيبقى ينقط. ها هو اللي كيطلع عندك البخار اللي كيطلع هنايا، كيبرد، ملي كيبرد كيبرد كيبقى ينقط 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 ويرجع، ويهبط لنا هنا الماء. اذا كيتبخر الماء، كيطلع كيبرد كيبرد كيتنقط كيولي ماء، وكيبقى لنا هنا غير التراب. اذا هذه هي العمليه ديال الشوفاج، انا شرحتها لكم. دي كونطاسيون، قلنا دي كونطاسيون شنو هي؟ هي التصفيق. اذا كسيباريو واحد المكونات خليط غير متجانس بطريقه التصفيق، وي يمكننا نسيباريو. كنخليو واحد المده يركض، كنشدو الكاس هكايا بحال هذا، هو هو شفناه، خليناه ركض ركض ركض. وهنا سيبارينا ها لي كونستيتيون، المكونات ديالو ها، بار لا دي كونطاسيون. ها الماء بقى الفوق والطراب بقى لتحت، ترسم لينا تحت. اذا دي كونطاسيون، تقويم توليفي، الاحظ الرسمين واملا الفراغ باستعماله، ينتشر الغطاس، الهواء مضغوط. هنا الضغوطات ديال الهواء كيفاش كتضغط كدا، نعرفوا الهواء كينتشر، حنا كنعرفوا ان الهواء كيمتاز ب انه كي يتوسع وينضغط، ينضغط يمكن له نضغطوه بحال اللي في الكرة، كيكون في الكرة، الكرة الكرة ديال كرة القدم، كرة كنبقى نفخو الكرة، الكرة كتبقى تضغط الماء لداخل، الهواء لداخل، الهواء الهواء، وأنه كتنا شريع الانتشار يتوسع. إذا تتنفس السباحة، شنو كتنفس؟ كيدخل لهنا الها الها الهواء، تتنفس السباحة الهواء بواسطة أنبوب التنفس، هذا الأنبوب ديال التنفس. تحتوي قنينة الغطاس، القنينة ديال الغطاس هي دايرة فوق الظهر ديالو، ومدوز هذاك التيو وكيتنف دايرو في فمو. إذا هي تحتوي قنينة الغطاس على هواء مض، هذاك الهواء كيداير مضغوط، هو مضغوط مضغوط، هواء مضغوط. الهواء المضغوط ينتشر، هنا قلنا الهواء ينتشر، ينتشر كينتشر، هو كيمشي منه كيدوز هنا كيدوز للتيو، ينتشر في انبوب التنفس، انبوب ديال التنفس، فيتنفسه شكون اللي كيتنفسو؟ الغا كيدوز حتى الفم هادو كيتنفسو. اذا الغا الغا تا سو كيتنفسو الغطاس، داكوغ. شبكة التقويم، اهداف الوحدة دون المتوسط، متوسط هذا غتشوفو راسكم تصنيف وحاصيات، واش بليزي تعرف هادشي مزيان ولا لا. شوف لا جاوبتي على هادشي صحيح كيما درت لك انايا، باش نقول لك شوف انت درتي، ودابا شوف واش تولي تعاودو انت في الكتاب ديالك، شوف لا جاوبتيهم صح ولا لا. الى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله، والى اللقاء.